يواجه الكثيرون ممن يعانون من زيادة في الوزن وحتى ممن يملكون وزنا مثاليا من تراكم الدهون غالبا حول منطقة الخصر أو ما تسمى بالكرش، ويظهر الكرش بسبب تجمع عدة أكياس دهنية في منطقة الخصر والعضلات الأمامية من البطن بسبب ارتفاع نسبة الدهون الممتصة من الطعام التي يتم تخزينها في تلك الأكياس التي تشكل الكرش. ولمشكلة الكرش أبعاد كثيرة صحية ونفسية تستدعي التخلص من الكرش في أسرع وقت. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو أخصائية التغذية حنان الخطيب. يا هلا وصباح الخير. صباح الخير كيكي. صباح الخير. موضوع يعني كل العالم مو بس النساء يتفادوا الحديث عنه، وتشوفيها تلبس شوية وسيع وتحاول إنها تحط يدينها وتحاول مشدات الغالي وهذه الأمور الأخرى اللي قد تساعد وهما، ولكن هذه الدهون الوسطية من أصعب ما يمكن إزالته في الجسم. اشرحي لنا ليش. هلا اول شيء بدنا نميز انه الكرش زي ما بتقولوا او بروز البطن، هل هو سببه انه زياده كميه الدهون اللي هي موجوده على البطن، ولا هو ارتخاء في العضلات زي ما هو موجود عند معظم النساء بعد الحمل والولاده بصير في ارتخاء بالعضلات، ولا في عندنا مشكله في الصحه الهضميه اللي هي النفخه. في كثير ناس بيفكروا انه عندهم دهون على البطن وهو في الواقع عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي وبالقولون العصبي بالضبط. فاحنا لازم نشوف انه هل هي دهون ولا مجتمع عوامل ثانيه بهذا الموضوع. كيف نفرق؟ كيف بدنا نفرق هلا؟ انه اول شيء في عندنا عده اسباب لنا كيف نقدر نفرق، بس هلا زياده الوزن لما يكون التراكم عند منطقه الدهون، في عندنا مقياس الخصر اسمه الويست سيركمفرنس، او في عندنا اجهزه عند اخصائيات التغذيه. لكن هلا الكرش بتواجد عاده عند الرجال اكثر من النساء، صح؟ لانه السمنه الوسطيه عندهم درجه. الستات بيكون عندهم اللي بيكون بشكل التفاحه، وفي شكل الكمثرى زي ما بنعرف. هذا الحكي كلياتنا بنعرفه، اللي شكل التفاحه بيكون عندهم تراكم في المنطقه الوسطيه اكثر والمنطقه العلويه اكثر من السفليه. هذول اللي ما فيهم طول فيتجمع اكثر. جينيا هو لسه قبل شوي كنا نحكي على العوامل الجينيه، هي بيكون شكلها شكل التفاحه بيكون التراكم في المنطقه العلويه. اللي في المنطقه السفليه، مع انه الستات بيتضايقوا من موضوع تراكم الدهون في الارداف، لكنه صحيا للقلب افضل. استاذه حنان قاطع كلامك، يعني عند الرجال بالتحديد انا الاحظها في بعض، في كرش عن كرش تفرق. ففي كرش تلاقينها يعني حتى لو تضغطي عليها تلاقينها سلسه فليكسبل مرنه، ملعب الاطفال. هذه دهون بطن. هذه دهون. طيب اللي قاسيه نفخة. يعني في بعض الكروش نفخه قاسيه، يعني تحسينها معضله نفخه. هلا احنا رح نحكي في الحلول، لكن هاي نفخه. هلا عفوا، ممكن تلاقي ناس انه في عم تلعب رياضه وبنفس الوقت في كرشه مكرشة. هاي بيكون العضله قويه لكن في كميه دهون. هلا العضله، النسيج العضلي بشد النسيج الدهني بيعطي هذا المنظر. انت شايف شفتي نفس الوضعيه اللي اقول لك؟ انا ماني شايفه. لازم في صوره طلعت الاصبع على البطن، يعني ملعب الاطفال. اذا شفتي اي طفل يحوز على طول يحاول. بالضبط هاي هي. هلا اذا كان طري اكيد هذا، هاي دهون واضح. اذا النفخه بيكون بس بروز. هل صحيح دكتوره حنان ان في اطعمه هي اللي تساهم بتجمع الدهون في منطقه الوسط؟ انا ما بامن بهالشيء، هي خطه كامله متكامله. هلا في الموضوع دهون مشبعه اكثر ممكن. بالضبط. فهلا احنا في عندنا اكثر من طريقه لنشيل الكرش. اول شيء السكر، هلا السكر الابيض، السكريات البسيطه بتساهم، لانه لما يرتفع مؤشر السكر في الدم بسرعه الانسولين بيرتفع بسرعه، بيصير في تخزين للدهون في الخلايا بشكل اسرع. اذا بنقدر نركز على البروتينات والدهون الغير مشبعه اللي هي جاي من مصدر نباتي في اكلنا، هذا الشيء بخلينا نركز حرق الطاقه من الدهون بدل السكر. المواد المصنعه والجنك فود هذا كلياتنا بنعرف، خاصه اللي عالي في السكر، وهي عباره عن حميه ورياضه بنفس الوقت. الحميه بتشكل 80%. في ناس حتى الرياضه ما تنفع معاهم، ايش الحل هنا؟ ما هو هنا لازم حميه مع رياضه. الحميه بتشكل 80% من الموضوع، الرياضه 20% من الموضوع. الرياضه ما رح تنفع اذا ما كان متبع الحميه الصحيحه، اللي هو ازاله السكر، ازاله الجنك فود، تركيز على الدهون والبروتينات. بس في شحوم متراكمه سابقا يعني موجوده بتروح. هلا اول شيء بدك تطلع على يعني وزنك. ما تنصحين فيها؟ هل وزنك يعني طبيعي؟ انا بنصح فيها، هاي نهايه اول شيء بتوصل للوزن المثالي لك.
وبتشوف وين باقي تراكم الدهون، وهل هي دهون ولا ارتخاء في العضلات بتعالجها بالتمارين. لا انا بصراحه كثير شفت حالات اللي هم وصلوا للوزن المثالي ووصلوا للمعده المسطحه المشدوده، بس لازم يوصل للوزن المثالي، ما بنقدر نقول انه في عندنا دهون عاليه ولا بدنا هاي المنطقه تكون خاليه من الدهون، هون بيلجأوا للشفط. في طيب برضه في دارج في الاوساط النسائيه اللي هو مثلا الحمامات الحاره اللي هي زي التركيه والمغربيه ممكن انها تساهم بازالته، في ايضا الحزام اللي بيوفر حراره الحراري على اساس يركز التعرق في هذه المنطقه، ينفع ما ينفع؟ اوكي هلا احسن اذا بنلاحظ هذا تعرق، هذا احنا تخلصنا من المي الزايده ولما يحطوا هذا الكيس السلفان وهي الشغلات هذا ليس الشحم. هلا زياده درجه الحراره بشكل عام للجسم فيها تحرق سعرات زياده شوي، لكنها نسبه كثير بسيطه، لو ان اخذنا بالرياضه يمكن ان نرفع هاي الحراره للجسم. نتطرق للجانب الرياضي، كل شيء نلف وندور لكن ويرجع بس نقطه واحده عفوا سريع. ضروري انه الواحد يستبدل المي بعد ما يدخل الساونا ويعمل هاي الاحزمه، لانه فقط كميه من الماء لازم يعوضها والا راح يقل حرق. أستاذة حنان الخطيبة أخصائية تغذية، شكرا على معلوماتك. شكرا، أهلا وسهلا.